بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا وأظهر
جهره
عسى ربه وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها صدق الله.